وعلى ضروب الخنا والخوف ما ذاعوا بنا نشرة، ولا امساح الوغى هنا ولا نزلت لنا عبرة، ولا مر العرض بعنا ولا بعنا الأرض مرة. هذا الوعد المشؤوم اللي يعني كان هو البداية، هو المدماك الأول لقيام مستوطنة كبيرة اسمها إسرائيل، صدر في مثل هذا اليوم 2 تشرين الثاني 1917. وبالطبع كان لهذا الوعد مقدمات، كانت في دول أخرى تريد أن تقدم هذا الوعد لليهود، كانت فرنسا وكانت ألمانيا وكانت روسيا، ولكن لم تحكم فلسطين حتى تقدمها لليهود. لكن بعد ما استطاعت بريطانيا أن تنتصر في الحرب العالمية الأولى، وكانت تطمع في أن تتولى حكم فلسطين من خلال الانتداب البريطاني عليها، كان للوعد أهميته. وطبعا كان على أساس أنه بريطانيا تريد لليهود أن يسكنوا فلسطين ويقيموا دولة، على أن تكون هذه الدولة وظيفية تخدم المصالح البريطانية والغربية الاستعمارية، وأن تكون شرطة المنطقة وتعمل على تفتيت الوطن العربي وتمزيقه، وهذا ما كان فعلا. لقاء ثقافي في عمل مشترك بين مديرية التربية والتعليم ضمن استضافة من مدرسة الخواجة للحديث عن وعد بلفور والوضع الراهن اللي بيعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني من اغتيالات بدم بارد، من مظاهرات، من احتجاجات. كل هاي الأمور احنا حاولنا نجسدها اليوم من خلال اللقاء الثقافي في مدرسة الخواجة باستضافة مجموعة من الأدباء ورجال التاريخ للحديث عن وعد بلفور المشؤوم، وعن قصائد شعرية تتحدث عن وضعنا كشعب فلسطيني منعاني كل يوم، وكل يوم في عنا وعد بلفور، وكل يوم في عنا معاناة، وكل يوم في عنا شهيد وتضحيات من أبناء شعبنا. عنا لقاء بالتعاون مع وزارة الثقافة، تنسيق مع الإخوان مدير وزارة الثقافة، طبعا بأخذ موافقة مسبقة وتنسيق مع مدير التربية والتعليم، تم استضافة الدكتور عبد الرحمن خضر مدير بنك القدس، الأستاذ نعمان شحرور، الشاعر خضر سالم، والأستاذة فتحية طه. مناسبة وعد بلفور كان إحياء لهذه المناسبة حتى نغرس في نفوس الطالبات الوطنية وأن الوطن هو هدفنا وهو غايتنا، ونذكرهم بالمناسبات الغاشمة اللي مروا فيها، وطبعا هم ما عاصروها بسمعوا فيها وبأخذوا عنها في المناهج، حتى نغرس عندهم هاي الذكرى ونعودهم إنه هو وطننا أساسنا وهو هدفنا.